السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخنا؟ الله يسلمك، اتفضل. ينفع اطلع زكاة الفطر في الايام اللي احنا فيها دي دلوقتي ولا لازم في اخر الشهر؟ لا ينفع، واخر الشهر افضل. لو الشخص اللي هو عايز اطلع له مزنوق دلوقتي. يجوز، واخر الشهر افضل. مزنوق في الرز يعني، ولا انت تطلع فلوس؟ لا، حبوب، هطلع حبوب ان شاء الله. لا بأس. جزاك الله خير.